هي إحدى الظواهر التي أصبحت تلفت النظر في الشوارع التونسية في السنوات الأخيرة، ظاهرة استغلال الأرصفة من قبل الباعة وأصحاب المحلات التجارية وخاصة منها المقاهي والمطاعم، حيث يعبر المارة عن تذمرهم من هذا السلوك الذي يدفعهم في كثير من الأحيان إلى السير في الطريق وسط السيارات عوضا عن الرصيف. يخسر لك الكياس معناتها لا تنجم تتعدى، امراه كبيره، راجل كبير، امراه حبله، لا قدر الله طيح، وما يهموش في هذا كله، هو ديجا مخالف القانون، والدوله ويني في الحكايه هذه؟ اكبر قلق في تونس هو خروجك السلعه والطواول والماده في الماده، اكبر قلق في تونس. ظهر خايبه، قلق قلق بكدا بكدا، خاصه الكبير حتى صغير يبدا مزروب ولا حاجه، يهبط الماده قد يعرض روحه للخطر. ثم الناس ما تعرفش القانون ده. تلوج مصلحتها ومصلحة مصالح الناس ما تلوجهاش. بالسيف واحد باش يتلزي ولا يدخل في الكيس، ولا يقدر لا يعجز ذاك الكراب تدسه بعضها واحد تصير له مشكلة. عندك المقاهي والمطاعم وكيف كيف لي مارشونديز هذوما اللي يعملوا الانتساب العشوائي، الانتساب الفوضوي. والبلدية برشا معناتها بلديات في سيرتو في 10 سنين فاتت ما يتكلموش، يخافوا منهم. على مستوى المنطقة البلدية الراجعة بالنظر للبلدية تونس، لاحظنا كونه بالحق معناها ثم استغلال مجحف للرصيف، يلزم ثم مطلب متاع استغلال مسبق يتحصل على الترخيص إذا كانت المساحة هذيك تتوفر فيها الشروط القانونية وهي 3 متر فما فوق. ظاهرة الاستغلال العشوائي للأرصفة لا تخص فقط العاصمة بل تمثل مصدر تشكيات في عدد من مناطق الجمهورية، إذ تطالب جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني بتكثيف الجهود لمحاربة سلوك الاستيلاء على الأرصفة والطرق العمومية. هو بقعة في التريتوار تولي خير من ملكه، معناها يوسع ويكبر ويزيد، فهمني، يقول وفي الاخر يخلي الوسخ نتاعه ويتعدى. انت حتى بحدا المستشفى الجامعي فطوم وبرقيب ما تلقاش بالنصابه، ما تلقاش حتى وقف كرهبه باش تهبط مريض، وما شفنا حتى تحرك، بالعكس نشوفوهم عمال يزيدوا. انا ضد الحملات الفولكلوريه اللي يجي نعملوا شهر وبعد ترجع نفس الوضعيه، واللي قاعدين ديما نشوفوه فيه، نعملوا حمله اجا مقاومه الانتصاب اجا كذا، بعد نلقى وجماعه كلها رجعت، فهمتني؟ اولا ما فماش معناتها استدامه واستمراريه في مقاومه الظاهره، لكن الاستمرارية والمردودية والاستراتيجية اللي مش نحطوها هي ساسرة من أجل مدينة أفضل ومن أجل تخطيط عمراني أفضل. نتوخاو في العملية متاعنا متابعة ومراقبة وتنبيه، إذا لم معناها ينصاع المخالف بالطبيعة باش نمشيو معناها العمل الردعي والزجري. دونك يتم الحجز، نقوموا بعملية الحجز، نقوموا بتوظيف خطايا ومخالفات. الخطايا المالية تصل بين تتراوح بين 60 دينار إذا كانت مخالفة بسيطة، وإذا كانت جنحة اللي هي فيها تجاوز المساحة واستغلال مساحة غير مرخص فيها، الخطية المالية اللي هي 1000 دينار، وعند العود معناها قد تصل إلى السجن. الاستغلال غير المشروع للأرصفة ظاهرة تمثل تهديدا حقيقيا للمارة الذين يجددون دعواتهم للجهات المسؤولة للأخذ بزمام الأمور وتطبيق القانون وبالتالي ردع المخالفين.